طارق، نروح لماتش المنتخب، والنهارده فوز مهم وتصدر المجموعه، والبعض يعني ممن شاهدوا المباراه يعني قالوا ان مش افضل اداء للمنتخب، لكن انا بقول ان في وسط ظروف صعبه شفت فوز مصر ازاي. يعني هو فوز مهم جدا، اللي احنا كان اللي احنا خلاص حسمنا التاهل لبطوله افريقيا اللي جايه، ولكن مش في كل الماتشات قدم فيها اداء كويس، وطبيعي ان ماتشات كتير بالذات في الوقت اللي احنا بنلعب فيه ده مع الغيابات اللي موجوده مش 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 مفاجاه، يعني اللي انت تقدم مستوى مش احسن حاجه او هي مش كارثه يعني. الشكل مش ده اللي يقلق او ده اللي يضايق الناس، ولكن الحقيقه ميدو ان انت لما تتفرج برضو على الماتش هتلاقي ان المنتخب فيه عنده شويه امور ممكن تكون محتاجه تعديل اكتر او محتاجه شغل اكتر او فيها اسئله لسه فيتوريا ما قدرش يوصل للاجابات بتاعتها لغايه دلوقتي، زي ان هو عنده مشكله كبيره جدا في تغطيه ظهر صلاح في الوقت اللي احنا معناش فيه الكوره. هو بيحاول يحل الموضوع ده باللي هو يلاعب زيزو في ظهره والعيد الثالث على الدايره واحنا معانا الكوره، وفي الوقت اللي احنا بنتحول فيه من غير الكوره بتتقلب كانها 4-4-2 ويكون صلاح مع مصطفى محمد هم الاثنين اللي قدام، وزيزو بيرد في كانه جناح يمين. ولكن زيزو عنده مشكله في ان هو مش قادر يظبط توقيت تحوله من هو لعيب ثالث على الدايره للاعب جناح علشان يقفل الحته اللي في ظهر صلاح ويروح يعمل الدبل اب مع هاني ويقفل مش عارف يعمل الدور المزدوج ده. ده عامل له مشكله كبيره جدا وعامل لنا مشكله في المنتخب، بلس ان انت وجود صلاح قدام ومصطفى محمد ده عامل لنا برده مشكله تانية، ان دايما لعيبه الدايره بتاعه الفريق المنافس عندهم وقت كبير على الكوره لان ولا صلاح ولا مصطفى بيرجعوا يضغطوا على الناس دي، ودي حاجات عامله مشكله، ولغايه دلوقتي فيتوريا مش قادر يلاقي الاجابات بتاعتها. والحقيقه هي مشكله مش مولوده مع فيتوريا، المشكله دي موجوده من ايام ما كان كوبر موجود في المنتخب بسبب ان صلاح ما بيقومش بدور دفاعي كفايه، وكنا بنحاول نحلها بانني بيزق في المكان ده عبد الله سعيد بيصعد كانه لعيب تاني على دايره جنب طارق حامد وتريزيجيه يخش لجوه، ولكن دلوقتي انت ولا عبد الله موجود ولا حتى كيروش كان بيقرا يعمل نفس الافكار كان حمدي فتحي وعبد الله، ولكن دلوقتي هتبقى هي دي الرهان بالنسبه لي لفيتوريا في الفتره اللي جايه اللي هو يقدر يعالج الحته دي. كمان يا ميدو احنا لازم خط دفاعنا يكون اسهل. طب ارجع لموضوع خط دفاعنا عشان عايز اخد نقطه اناقش فيها هشام وارجع. هل الحل في المشكله اللي طارق بيتكلم فيها هشام هو اللجوء لل 4-4-1-1، ان صلاح يخش في عمق الملعب ونبقى بنلعب باثنين اجنحه بيدافعوا بشكل كويس وتبقى يعني شلت من على دماغ اللعيبه الادوار المركبه المطلوبه منهم، ولا التمسك بال 4-3-3 برضو بان يبقى فيه الراجل اللي بيلعب تحت صلاح بيقوم بادوار مركبه؟ تعالى نتفق على حاجه، ان هو ما كانش محظوظ بضربه الاصابات اللي جات له. يعني من امبارح انا كنت كتبت ان المباراه هتبقى صعبه، اول حاجه منتخب غينيا منتخب محترم، منتخب عنده ال 11 اللي في الملعب واللي بره محترفين وعلى ليفل عالي جدا، يعني المهاجم الجراسي ده شتوتجارت ده ثمنه مثلا 10 مليون يورو، وعندك الوينج وعندك لعيبه نص الملعب فالنسيا على اندرلخت على محترفين كتيره جدا، فطبعا ده بيوريك ان احنا اتاخرنا كتير. طبعا انت دلوقتي بتتكلم مدافع من فالنسيا، نص الملعب من فالنسيا، عندك مهاجم ليل برتغال حاجات كتير. فانت دلوقتي بتتكلم ان انا كنت متوقع ان ماتش صعب، واثق ان هجوم مصر المثلث اللي قداماني عنده من الخبرات ومن الجوده ان هم يهددوا مرمى اي حد. طب الحته الدفاعيه هشام اللي طالب الحته هو بقى النقطه اللي بيقولها دي، طارق حامد غيابه مؤثر جدا واثبت ان غيابه مؤثر جدا، وهو اللي كان محلي طريقه زيزو حاميهم وحامي محمود حماده اللي طبعا النهارده علامات استفهام كبيره جدا. هل يلجا لل 4-4-1-1 في الناحيه الدفاعيه؟ لو اصابات طارق حامد والنني اتاخروا ممكن يلجا لدي لعلاج القسم. طب طارق نروح لمشكله الدفاع اللي كنت عايز تتكلم احنا عندنا عليها. مشكله كبيره ميدو ان خط دفاعنا يعني في الطبيعي وانت معاك الكوره لازم وانت معاك الكوره وبتطلع بيها لقدام ان لازم خط الدفاع يكون بيزق علشان اللعيبه لما الكوره توصل تلت الهجوم لازم يكون خط الدفاع طالع لقدام علشان اسباب كتيره، سبب هجومي اللي انت يبقى عندك زوايا تمرير كفايه من المدافعين بتوعك يوفروها للعيبه نص الملعب، وفي نفس الوقت اللي انت في الوقت اللي بتقطع فيه الكوره يبقى عندك ناس بتعمل لك الضغط المرتد وتستخلص لك الكوره في نص ملعب المنافس، وده ما بيحصلش عندنا في منتخب مصر. احنا بتوصل الكوره لمنطقه بعيده عن الملعب ويكون علي جبر ومحمد عبد المنعم الاثنين واقفين ورا وما بيتقدموش ورا الناس، وده اللي عامل لنا مشكله في التحولات. احنا الجول اللي دخل فينا النهارده الجول بتاع غينيا كان بسبب النقطه دي، الكره اتقطعت حتى وهي في نص ملعبنا وما ما كانش فيه خط دفاع كان بعيد عن نص الملعب
وقدروا اللي هم يروحوا على الجول بتاعنا ويجيبوا جول. في الشوط الثاني برضو اتخلع علينا فرصتين او ثلاثه برضو بسبب نفس المشكله دي. فدي حاجه لازم اللعيبه عندنا يعني يحاولوا اللي هم يفهموا ادوارهم بشكل احسن. ما يقدرش، ما هو انت خلي بالك يعني الامكانيات البدنيه دلوقتي لعلي جبر والتقدمه في العمر وضغط الماتشات وفي الوقت ده من الموسم مع ضغط الماتشات، انا متاكد ان علي جبر نفسه ان هو يعمل اللي هو بيقول عليه اللي انت بتقول عليه ان هو يزق ورا الكره ويلعب خط دفاع متاخر. لكن اللعيب كل ما بيكبر وكل ما قدرته البدنيه وقدراته البدنيه بتقل غصب عنه بيروح واخد 5-6 خطوات لورا، وهو هي دي المشكله الحقيقيه. هو طول عمره ما كانش سريع، هو لا بس وهو صغير شويه يعني وهو من 5-6 سنين كان بيقدر يعمل الزقه دي. هو دلوقتي خلاص مش قادر. وعلى فكره هو ده اللي مخلي محمد عبد المنعم مش قادر يزق، يعني محمد عبد المنعم مش قادر ان هو يزق معاه عشان لا. وحاجه تانية، هو اتحسن في جوده الخروج بالكوره وده بسبب تاكس من شغله في بيراميدز، ولكن حته السرعات وحته الحياه، وفي نفس الوقت ان النهارده محمد هاني ما كانش في مستواه. وانا النقطه اللي كنت متخوف منها الغيابات الخبرات اللي هو حجازي على طارق حامد عنني، لكن المشكله اللي كنت خايف منها لعبت النادي الاهلي هل خرجوا من فرحه افريقيا ولا لا. دي نقطه كان لازم فيتوريا يحضر ليها كويس جدا، لان انت بتتكلم ان محمد هاني النهارده ما كانش محمد هاني ان من 3 4 ايام قدام الوداد، وهو سبب من الاسباب اللي خلى منظر علي جبر كده. لكن انت هل الحته الحمايه طبعا هل انت عارف يا شباب، انا عايز اقول لك على حاجه. الريكفري والاستشفاء تبقى صعبه جدا وانت لسه كسبان بطوله طبعا، لان الفرحه لا ومنتل والرقص طبعا والغنى ده طبيعي، لان هو اصلا انت بتلعب كوره عشان لما تفوز ببطوله تفرح. انا نفسي اللي بتكلم بتقعد يعني اوتوماتيك في يوم كده طاير. وده مش بالعكس، انا محمد هاني من اللعيبه اللي اتحسنت جامد جدا، لكن انا لو مكانهم هبقى زيهم عشان الناس تبقى فاهمه. ده مش تقطيع، ده كلام واقعي، ان انت طبيعي طالع من حفله ولسه ناس داخله عليك جايين من مصر والحاجات دي، ده طبيعي جدا. بدليل اكبر حاجه ان النهارده ده مش مروان عطيه بتاع الاهلي. ما انا محمد دي اكتر حاجه تثبت لك. انا بكلمك يا طارق فعلا في موضوع ان انت تبقى لسه كسبان بطوله وعندك ماتش بعديها بثلاث ايام، دي بالذات كسبان دي قصه صعبه جدا، لان طبيعي انت بتخلص الماتش تخش حمام تلج تعمل الاستشفاء بتاعك انت وانت كسبان، مفيش حد اصلا يجرؤ ان هو يقول محدش هيقول لك تعالى اعمل ريكفري. انا فاكر احنا لما كسبنا الدوري مع اكسس للسنه الاولانيه كان عندنا ماتش بعد 4 ايام نهائي الكاس، بعد ثلث ساعه كانت انا مزغلله مش شايف الكوره وكلنا لان مفيش تشفى. لا انت لما تيجي تبص النهارده يا ميدو، لما تيجي تبص شكرا تريزيجيه، نزول تريزيجيه طبعا النهارده دي برضو المباراه ال 60 ليه مع المنتخب واحرز الهدف العاشر، بصراحه نزوله غير والف سلامه على عمر طبعا لكن النهارده لما بتيجي تتكلم، لا لما تيجي تبص على جوده ال 11 اللي في الملعب، لا ما كانوش مميزين. وتريزيجيه اللي فوق صلاح، يعني صلاح الشغل بتاعه يعني محتاج حد يعمل له الشغل، ان انا اخش لجوه واعملها، تريزيجيه هو اللي فاهمه ولاقط هو عايز ايه. بصراحه نزول تريزيجيه غير من شكله، واهم حاجه الهدف اللي جه الشوط الاول، لان الهدف ده لو كان جه كان المباراه هتبقى اصعب بكتير. اكتر حاجه كنا محظوظين بيها الجول ده.